وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مني إليكم تحية طيبة. لكل من شاهد هذا الفيديو يعلم أني أحبه في الله، وحتى الناس الذين لم يشاهدوا فاعلموا أني أحبكم في الله. أحبابي الكرام، كيف حالكم مع الله جل وعلا؟ كيف حال صلاتكم مع الله؟ كيف حال أبنائكم؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ كيف حال علاقتكم الإيمانية مع الله عز وجل؟ أحبابي الكرام، يشهد الله أني أحبكم فيه، وأسأل الله عز وجل بهذا الحب أن يجمعنا في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتكلم عن موضوع مهم جدا، موضوع مهم جدا وقع فيه كثير من الناس، موضوع وقع فيه كثير من الناس وهم المساكين لا يدرون أنهم وقعوا في هذا المشكل، لأن هدف الشيطان هو هذا المشكل الذي أوقعهم فيه الشيطان. قال الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. نحن هنا أول معصية عصي بها الله سبحانه وتعالى هي الكبر. إبليس تكبر على الله وتكبر على أوامر الله عز وجل. إبليس الملعون لعنه الله حينما خلق الله سبحانه وتعالى آدم بيده وزرع فيه الروح، أمر الله سبحانه وتعالى الملائكة بالسجود فسجدوا، وأمر إبليس فإبليس أبى يعني مبغاش، واستكبر يعني خلته العزة وتكبر، أنا خير منه، في أي أخرى أنا خير منه. هنا يأتي الاستكبار، وهذا الكلام الذي قاله إبليس والفعل الذي فعله إبليس في القدم الآن نراه بأم أعيننا في بعض الناس. دائما ما ترى الناس يقول لك أنا خير من فلان، أنا أحسن من فلان، أنا أذكى من فلان، أنا أفصح لسان من فلان، أنا أجمل من فلان، أنا أوسم من فلان، أنا وأنا وأنا وأنا. وكلمة الأنا قالها إبليس، كلمة الأنا قالها إبليس، أنا خير منه، هذا كلام إبليس. لا بأس أن الإنسان يقول أنا وأنا، لا بأس، لكن يجب على الإنسان أن يعرف ما يخرج فيه، ما يقول، ما ينطق، حتى لا يقع في الإثم. لأن المشكلة الذي يعاني منه الناس الآن هو التكبر على بعضنا البعض. نتكبر. كم من واحد كان فقيرا فأصبح غنيا فقال أنا ملكت الدنيا بأحادافرها. يا حبيبي الغالي، يا من تملك الأموال الطائلة، يا من تملك الطائرات، يا من تملك الزوارق والسفن، اعلم أن كل شيء لله، اعلم أن كل شيء لله. قارون كان المفاتيح، مفاتيح خزانته يحمل المفتاح، يحمل من طرف أشخاص كثر، لكن ماذا وقع له في الآخر؟ خسف الله به وبماله الأرض. المال الذي عند قارون مال لا يحصى، من أعطاه هذا المال؟ أعطاه الله، تكبر على الله فالله خسف به. إذن أنت أخي الحبيب، أختي الحبيبة، أرجوك وأطلب من الله سبحانه وتعالى أن يقضي في قلبي وقلبك الهداية والطمأنينة. فالإنسان لا يجب عليه أن يتكبر على أحد أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الابتسامة في وجه أخيك صدقة، تصدق ولو بابتسامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. ما أجمل هذه الأحاديث، اتق النار ولو بشق تمرة. الابتسامة كلمة طيبة، إزالة الأذى عن الطريق، هذه كلها من خصال الإيمان،
حتى يفر الشيطان منك ويفر إبليس منك، لأن الشيطان قال لله عز وجل: أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فهنا الشيطان عنده وعد، وهذا الوعد نراه اليوم يطبقه الشيطان على بني جلدتنا، منهم من تكبر على أمه، ومنهم من تكبر على أباه، ومنهم من تكبر على أخته وأخاه، ومنهم من تكبر على أصحابه وأصدقائه، منهم من بدأ يضرب أمه وأباه بدعوى أنه هو الذي يفهم وأمه من العصر الذي لا يفهم. اعلم يا رعاك الله أن تلك الأم حملتك في الظهر 9 أشهر. نعم، جاعت وشبعت، تعرت وكستك أنت. فاعلم يا أخي الحبيب، وأطلب من الله سبحانه وتعالى، كل من شاهد هذا الفيديو أو نشره، أن يغفر لنا أجمعين. لا تتكبر على أحد، لا تتكبر على أحد، فالتكبر من سيم الشيطان. كن متواضعا، من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. لا تقل أنا وصلت إلى القمم، لا تقل أنا وصلت إلى القمم. فإذا وصلت إلى القمم فانظر إلى السماء وانظر فوقا جيدا، وقل: يا سماء من بناك بغير سمك ولا أعمدة من سواك. إذا وصلت إلى القمم فانظر إلى الأرض وقل: يا أرض من بسطك وأخرج منك من كل زوج بهيج. إذا قلت وصلت إلى القمم تذكر نعمة واحدة: المس الهواء إن أردت، لا تسعى أن تلمس، فقل: يا هواء من أخفاك، يا هواء من أخفاك. أخي الحبيب، أختي الكريمة، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات. أسأل الله عز وجل أن يجعل كلمتي هذه خفيفة على قلوبكم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.